أساسا يعني نحن كمان بدنا ننطر تنشوف تنقدر نعمل رئيس جمهورية. يعني مش بالسهل، بدي ارجع ردك على النقطة الأساسية اللي هي مش بالسهل انه نحكي ونقول تفضل ابدا لا ابدا جمهورية. ابدا بدكش تنطري. ليش بدك تنطري؟ ليش فيك تعملي رئيس جمهورية؟ ما الحل؟ ما منه يعني منه من ضمن الباكج الكبرى انه انتخاب رئيس جمهورية بلبنان. اذا ما في رئيس جمهورية بلبنان، ايه اذا ركبت بينتخب رئيس جمهورية، بس انتخبت رئيس مين بده يمنعك؟ ما حدا. حملت المسؤولية لفريقك السياسي، فريق 8 أدار واحد، فريقي حملته بالإدارة. ايه ما عم بحكي بإدارة الملف، ما خليتني كفي، حملته المسؤولية بالإدارة الخاطئة لهذا الملف، وقلت لهم انه اخطأوا، ضروري تفضلوا شوف كيف بدكم تعملوا لننتخب رئيس جمهورية، لانه في بساط عم ينسحب عمليا من تحت اجرينا بلقاءاتك، وعملت وسطات وانا بعرف، وبعرف كيف انشغلت هذه الوساطة. شو بده جبران باسيل تا يمشي؟ بده خيار ثالث غير جوزيف عون وسليمان فرنجي، يمشي الثاني. وما طالب شيء حقيقة، بكل صراحة بقول لك ما طالب شيء أبدا. يعني ولا مطلب عنده، مطلب شخصي، إلا أنه هاتنين ما يوصلوا، أنه هاتنين ما يوصلوا. يمشي بالبيسري جبران باسيل، باللواء البيسري؟ بعتقد إيه، بلغ القطريين هالحكي، بلغ القطريين انه بيقبل باللواء البيسري. مش هو بس، مين لكان القطريه حصلوا على اكثريه للواء البيسري هيئتهم. من مين الاكثريه؟ الكل ماشيين، بعتقد في القوات عندهم تحفظ، ما بس منه تحفظ كبير. حزب الله والرئيس فري ماشيين باللواء البيسري هيئتهم، يعني تخلوا عن سليمان فرنجي؟ لا، إني خيار أول سليمان فرنجية. عم نقول نحن إذا انتقلنا للمرحلة الثانية ما تخلوا أبدا. أمتى بحين وقت الانتقال للمرحلة الثانية؟ بس يحس الوزير فرنجية إنه ما بقى له حظ، ننتقل للمرحلة الثانية، أو بيمشي جبران باسيل بسليمان، بنكون خلص بقينا بالمرحلة الأولى. أي أهون بالنسبة لك؟ يمشي جبران أهون من أنه يتخلى سليمان. ما بحس بلشت هيك دبدبات إيجابية عن جبران، مش إشارات، زبزبات مبنية على شو؟ ما بتجمعي أخبار وبتسمعي مبنية على شو؟ ما أنت لقاءاتك دايمة أنت وياه، بتسمعي أخبار مثل شو؟ شو بعرفني، أوقات بسمع غسان سعود مثلا. غسان ملعون ما تستهيني فيه. لا أكيد ما بستهيني فيه أبدا. تحية لغسان سعود، بس اللي اللي ايه اعطيني هيدي الزبزبات، هي الدبدبات حتى مش زبزبات. ايه اعطيني شيء منا. لا ما في، يعني ما في اجماع بعد. لا بس بدك تقول لي على شو بنيت فكره انه في بدايات، يعني جبران ها في بدايات. لانه لازم يعرف جبران اللي بيجيب الناس غصب عنا على التمديد لجوزيف عون، بيجيبها غصب عنا لانتخاب رئيس جمهوريه، اسمه جوزيف عون. يعني انت متكل على بالنسبة لجبران، إيه مع احترامي للكل، اهون اهون سليمان علي. إيه طبعا اهون سليمان علي، اهون سليمان علي، واهون يتفاهم مع سليمان، لانه انتبهي، انا كنت لو سألني بنصحه يحاول يتفاهم مع جوزيف عون. هلق بقاش فيه يتفاهم مع جوزيف عون، لأن جوزيف عون جاي غصب عنه. لا بس بعدين كسرت على الآخر، يعني إذا خونوا وعم يتهموا بقلة الوفاء. بعدين أصلا جوزيف عون بقى شي حاوره، ما خلص جاي غصب عنه، ليش بده يحاوره؟ إف هلقد صارت القصة، أنا هيك شايفة. يعني إذا بان صارح الناس هلا بدنا نقعد نتسلى ونحط كفوف أنا وياك، بنحكي غير هيك. أنا بحياتي ما بحط كفوف، بس أنا لأنه معك أنت بدك تلبس كفوف. لا ما عم نقول لك أعطينا شيء، بتقلي لا معي أكثر من اللي حكيته بعد بدك. شو بكي؟ بدي أكثر من اللي حكيته، والله بتكون برا يا لطيف، قيم الدنيا وقيادة. بدي الدبدبات هاي شو هي؟ أعطيني شيء وطلعنا بنتيجة بوني سعيد. لا قلت لك أنا أي حدا محل جبران، إذا أنا محله وصار معي هيك بموضوع جوزيف عون، بختار الأسهل ساعتها، لأن لازم أنا أفكر تلقائيا اللي جاب الناس على التمديد بيجيبهم على الانتخاب. الفيزا، ما تنسي الفيزا. شو يعني؟ الفيزا كارد والفيزا اللي بتنعطى على دخول الدول، ما تنسيهم. الفيزا بوجهينا، يعني ما تنسي الفيزا بوجهينا قد ايه فعلي. شو بكي انت؟ في فيزا؟ لا ما هي او بجمدوا له حساباته للي معه مصاري، او بيعودوش يعطوه فيزا على اوروبا وكارثه.
عرفتي كيف؟ أو بسيله يعني بيمشي الحال. ما هو على ما يبدو أنه بالمرحلة الأخيرة كان في حركة شنت منيحة ولا لا؟ لا، إذا بتعني القطريين أكيد ما عرضوا أحدا مصاري، كذب هالحكي. أنا ما عنيت حدا. في ناس قالوا أنه القطريين عرضوا هذا قال مليار دولار، شو هالكلام؟ مليار دولار؟ شو مليار دولار؟ ما حدا بيعطيهم للبنان كله هالحكي، حكي ما لوش طعمي. أنا رأيي صف حكي هذا، لا مش مزبوط هالحكي. رغم أنه القطريين تبهي قالوا بلغوا للكل مستعدين يستثمروا بشكل كبير بلبنان، وهذا موضوع ممتاز، وانا عن جد يعني انا بقدر لهم اياه، لانه ما حدا عم بيزت علينا نقطه مي. يعني اليوم انت شليلي الصندوق الكويتي للتنميه والصندوق العربي عم بيعملوا شويه مشاريع، والاسلامي يمكن، وقطر شوي بتساعد الجيش وعم تعرض تشتغل، الباقي ما حدا عم بيزت علينا نقطه مي، ما حدا عم بيزت علينا نقطه مي. حرام وعيب، معيب يعني هذا الحكي، معيب بحقنا أكثر قبل ما يكون معيب بحق الدول يعني طبعاً. كمان. طيب كمان أكيد. يعني إنه في شيء لقاءات قريبة بدها تنعقد بمرحلة الأعياد؟ إيه ممكن يصير فيه. هو ممكن يصير فيه، بس أنت عندك علم بلقاء معين سيعقد؟ منو؟ ما بعرف، قد يكون ثلاثي مباشر يعني. يعني إنه رح يجتمع السيد مع جبران باسيل وسليمان فرنجية، في كلام عن لقاء. هذا موضوع صاروا يعني فترة مطروح طويلة، هلق بيجتمع بدون ما يوصلوا لمحلة، بدون يكونوا واصلين قبل الاجتماع اللي صار جمعة الماضي، ما وصل لمحل. بين مين ومين صار؟ بين الحزب وبين جبران بعتقد. ما وصل لمحل، رغم انه اعتقد بانه الجو طري اكتر. عرفتي كيف؟ هلق اذا صار في إمكانية تفاهم مهما كان ثمن هذا التفاهم، بعتقد الحزب مستعد يعني يحط من رصيده ويشتغله. شو يعني مهما كان ثمن هذا التفاهم؟ يعني مثل ما بيقولوا السيد مثل ما بيقولوا الضامن دفيع، مثل ما بيحكوا يعني السيد عنده إمكانية يضمن مع اثنين. إذا اثنين يعني إذا حطوا عقلهم براسهم بيعرفوا إنه السيد يشكل ضمانة. عرفتي كيف؟ يعني شو بدك تجيب يعني السيد بيقدر يشكل ضمانة التقديمات التي رح يحصل، أو المكاسب أو الحصص يلي بده يحصل عليها جبران باسيل لحتى اللي يمشي بهذا الديد. انت بتعرفي السيد بفتش بموضوع الحصص يعني. مش هو شخصيا بس لا. الطعن يعني يضمن عدم حصول الغدر السياسي بيناتهم أو تفاهم على خطوط معينة. مش بتعرف أنه مش هيك بيمشي الموضوع يعني بلا. بالزمانات أول ما انطرحت عملية التقارب وانت فت فيها وانت بتعرف كتير منيح وموضوع تقريب وجهات النظر بيناتهم، طيب ما بدنا حاكمية مصرف لبنان وإيادة الجيش والتعيينات ووظائف الفئة الأولى يعني لا. مقابل كل هذه المكاسب ممكن يعمل تنازلات، لأن هو أغلى بخطاب لقاله قال إذا يعني كل شيء له ثمن، انه انا في اعطيكم الرئيس اللي بدكم اياه بس كل شيء له ثمن. شو ما حكيه ثمن طلب شو ثمن هودي الشغلتين طلبهم الا مركزيه الاداريه ايه والصندوق الائتماني يعني خلينا نطلع منه النقاش عن جد لما نضلنا فيه، لانه انا معي ما طلب شيء وفعلا انه لا بدي خيلا قياده الجيش في عينه انا، ولا حاكم البنك المركزي انا في عينه، وتعلمنا من التعيينات اللي صارت بعهد الرئيس عون، ما في حدا ما انقلب عليهم. ما في حدا ما انقلب عليهم؟ ما حدا. مين انقلب عليهم؟ كل اللي عينوه. كل اللي عينوه. ما هو حكي. شو مين انقلب؟ هو اعلنهم يعني، شو انا بدي اعلنه؟ بس انه واحد ما بيفهم الواحد يعني موضوع انه لما انت بتعين موظف رايحين لما انت بتعين موظف يصبح ملكك او عبد لك او بفصل عقياسك، واذا ما فصل عقياسك بيصير خائن. لا شو لك، بس ما لازم يروح هو يوقف على البواب قبل ما يتعين. هذا هيدي دولتك هيك. هاي دولتك هيك. مين عودهم يوقفوا على البواب؟ يوقف على البواب تيتعين بده يضلوا يخدم على البواب. طيب مين عودهم يوقفوا على البواب؟
هاي الدولة السيستيمة هاي بده يوقف على البواب، بده يضل يخلوم البواب. الأقل اللي بيوقفش على البواب حر، بس اللي بده يوقف على البواب بده يخلوم البواب. طيب تعال ننقل أنا وياك هلأ طيب. نرجع شوي. في ناس يبعطوا وراهم نهار سبت وأحد تيقعدوا عندهم للي بعينوهم، وممنوع يفلوا من الصالون. إيه شو يعني هالقد؟ إيه طبعا شو هالقد، ما بتعرفيها يعني إنه هالقد؟ طيب شو برا ما عم بيعملها للأمانة يعني.